الآن إطلاق عدد من الرشقات، رشقة صاروخية في هذه اللحظات أحمد، واستمعنا إليها في هذه اللحظات، رشقة صاروخية الآن تخرج من قطاع غزة، ونستمع في هذه اللحظات إلى القبة الحديدية وهي تحاول اعتراض هذه الغار أو هذه الرشقات الصاروخية التي تخرج من قطاع غزة في هذه الأوقات. إذن هذا أكبر دليل على توتر الوضع الميداني الذي لا زال قائما رغم الحديث إسرائيليا عن مساعي عدة لاحتواء الموقف، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي وقف لإطلاق النار.